معنا من غزة مراسل الشرق عادل الزعنون. أهلا بك معنا عادل. عادل، إذن ونحن في اليوم 19 من الغارات الجوية والحصار على قطاع غزة، حدثنا عن آخر التطورات لهذا اليوم. نعم عبد الرحمن، يعني آخر التطورات أن الغارات الجوية الإسرائيلية لا زالت تتواصل وبكثافة. ربما آخر هذه الغارات منزلان استهدفا في خان يونس في جنوب القطاع، ونتحدث عن نحو 25 من الضحايا وعشرات الجرحى. رأينا من بين هؤلاء الضحايا الذين نقلوا إلى مشفى ناصر في خان يونس، رأينا الأطفال، وأحد الأطفال عمره يوم واحد فقط بالأمس ولد وكان من بين الضحايا اليوم. رأينا عدد من النساء، رأينا عدد أيضا من كبار السن، كلهم كانوا ينقلون بسيارات عادية، وبعضهم بتوك-توك، وبعضهم نقل بسيارة الإسعاف. اليوم أيضا انتشل 11 مواطنا من بين الضحايا في منزل لعائلة زينو في منطقة التفاح أو منطقة التفاح أو الدرج وسط مدينة غزة. المنزل كان قصف في ساعات الفجر بصاروخ، لكن لا أحد كان يستطيع الوصول إليه، وعثر تحت الأنقاض على 11 من الضحايا. في مخيم المغازي 6 من الضحايا في منزل واحد، وأكثر من 10 من الجرحى. في منطقة الشيخ رضوان والصفطاوي شمال مدينة غزة، ومنطقة تل الهوى جنوب غرب المدينة وجنوب شرق المدينة في حي الزيتون، أيضا هناك أكثر من 14 من الضحايا في ضربات جوية متعددة. هذه الضربات أدت إلى تدمير كلي للمنازل. عدد المنازل المدمرة حتى الآن يزيد عن 200 ألف وحدة سكنية، وهي أرقام غير نهائية. عدد الضحايا ارتفع وزاد عن 6,000، فيما عدد الجرحى زاد عن أو اقترب من 16,000 مصاب. من بين هؤلاء المصابين أكثر من 4,000 من ذوي الحالات الصعبة والخطرة. المشافي لا زالت تعاني على الرغم من وصول بعض المساعدات العاجلة، التي تقول وزارة الصحة إنها لا تكفي. 57 شاحنة وصل إلى غزة، من بينها 12 شاحنة مياه معدنية، وأربع شاحنات أو خمس شاحنات عفوا مواد غذائية، معلبات والمجففات، والباقي هي مستهلكات طبية والمواد لها علاقة بالعمليات العلاجية والجراحية، لكن كلها لا تكفي سوى ل 48 ساعة كما تقول وزارة الصحة، التي تطالب وتناشد بتوفير الوقود لتشغيل مولداتها، ومن أجل إعادة العمل في 10 مستشفيات خرجت عن الخدمة كان آخرها بالأمس، لأن عدد الجرحى الذين يأتون دفعة واحدة في بعض الأحيان أكثر من 100 جريح كما حصل صباح هذا اليوم باستهداف عدد من المنازل في جنوب القطاع. شكرا لك من غزة مراسل الشرق عادل الزعنون.